نهاركم ابيض بخطين حمر بلون تيشيرت ابطال الدوري الموسم اللي فات، وباذن الله الموسم ده كمان. حلقه يوم الثلاث 21 يونيو هنكون مع حضراتكم في 90 دقيقه كوره في اولها وعلى اخرها صلاه باذن الله. هتبصوا معانا النهارده باذن الله، بس في الاول خلوني ارحب بزميلتي العزيزه انجي يحيى. نهارك ابيض يا انجي. نهارك ابيض يا نيرفانا ونهاركم ابيض جميعا. لسه كنت انا ونيرفانا قبل الهوا كنا بنتكلم عن تبعيات لقاء القمة طبعا يعني، وعلى فكرة في حاجة بس عايزة أوضحها، احنا حابين نوضح الفرق ما بين مكاسب اللقاء كنتيجة ومكاسب اللقاء بعيدا عن النتيجة، عشان في كلام كتير جدا في الموضوع ده، حابين نوضح للناس الفرق الكبير بين الحاجتين دول عشان في خلط كبير جدا ما بينهم. الفكرة انه في ناس كتير بتقول احنا المفروض ما نبقاش سعداء بالنتيجة، طبعا احنا مش سعداء بنتيجة التعادل، اكيد الزمالك ابدا مستحيل يكون مبسوط بنتيجة التعادل، المفروض المنافس هو اللي يكون سعيد بنتيجة التعادل، لانه في المباراة ديت يمكن لو كان يعني كان احتمال كبير جدا المباراة تنتهي بفوز الزمالك، لكن احنا سعداء بمكاسب اللقاء بالزبط. بعيدا عن النتيجه، وده اللي احنا حابين نوضحه للجميع، وده اللي احنا يمكن ادينا نبذه عنه امبارح يا انجي انا وانت، انه مكاسب الماتش ده هو مكاسب معنويه اكتر ما هي مكاسب ماديه او مكاسب في النتيجه، لانه بغض النظر مين كسبان ومين خسران والنتيجه دي تعني المكسب لمين وتعني الخساره لمين، في الاخر انا يهمني فريقي طلع بمكسب ايه. مبدئيا يا جماعه احنا في حلقه النهارده اكيد احنا مش هنبعد كتير عن تبعيات لقاء القمه اللي احنا بنتكلم عليها، ويمكن كمان ينبغي للزمالك البناء عليه من مكتسبات الماتش اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح ولسه بنتكلم عليه النهارده بعيدا عن النتيجه زي ما قلنا، لان تعادل الزمالك مع اي منافس ايا كان بقى الاهلي او ايا كان ده مش مكسب لينا، لان احنا بنحاول في كل ماتش حتى لو في خسائر او حتى لو في خساره في النتيجه نطلع منه باخطاء يجب ان نتداركها الفتره اللي جايه، لكن يعني اللي انا اقصد اقوله لحضراتكم هو ان احنا لازم نبني على اللي طلعنا بيه من مكاسب بقى فنية وأدبية في اللقاء ده من أول مباراة بكرة الصعبة قدام البنك الأهلي في الدوري، هنروح لها طبعا دلوقتي في تفاصيل كتير. كمان أنا عايزة أقول إن النهاردة في سهم وقوس هنروح لحاجة يمكن بعيدة شوية عن كرة القدم لكن هي قريبة جدا من كل زملكاوي، واحد من نجوم ألعاب صالات لكنه من الطيور المهاجرة في أقوى منظومة كروية في كرة الباسكت، هيشرفنا يمكن لأول مرة بعد تجربة احترافه كابتن ياسين ياسر عبد الوهاب أحد أبناء مدرسة الباسكت في الزمالك والمحترف في دوري الجامعات الأمريكي، وطبعا نجل أسطورة كرة السلة بنادي الزمالك ومنتخب مصر كابتن ياسر عبد الوهاب. هندردش مع ياسين في حياته الاحترافية في أمريكا عاملة إزاي، مستقبله إزاي، بيخطط ليه في الفترة اللي جاية، عشان كده كنا بنتكلم مع حضراتكم إن هنتكلم في الكورة كمان في آخر الحلقة هنتكلم معاكم في الصلاة. عايز أقول لك إنه ياسين ياسر عبد الوهاب من اللعيبة المميزة جدا يا نيرفانا واللي أكيد هيكون ليها مستقبل كبير جدا في الفترة اللي جاية، وعايز أقول لكم إنه كان معانا من فترة في برنامج نهارك أبيض استضفناه، بس دي كانت قبل رحلته الاحترافية طبعا لأمريكا، المرة دي بقى هنتكلم معاه عن تفاصيل رحلته الاحترافية، هنتكلم معاه عن مستقبله اللي جاي وبيخطط إزاي لمستقبله، أكيد هتكون فقرة مميزة جدا استنوها في آخر الحلقة. طيب احنا كنا قبل ما نتكلم عن فريق الكورة وايه اللي احنا عايزينه الفترة اللي جاية، حابة اروح برضو معاكم لموضوع تاني، لحاجة يمكن ليها أهمية كبيرة عند كل السادة المسؤولين عن الكرة المصرية في الفترة ديت، وهي ببساطة مسألة عودة الجمهور بشكل أكبر في المدرجات. يعني أنا شايفة إنه إيه المانع يا جماعة مع التزام طبعا الجماهير بكل الضوابط الأمنية بره وجوه أكيد المدرج، إنه يكون في مساحة أكبر من كده في مسألة عودة الجماهير. يعني الحقيقة إحنا كلنا متابعين وشايفين دور الأمن الأكيد لمسناه في الفترة اللي فاتت دي في تنظيم المباريات، طبعا ده غير الدور التنظيمي كمان الهائل لشركة تذكرتي في مسألة حضور الجماهير، والحقيقة إنه المسألة بدأت تتطور للأفضل، بقينا نشوف الموضوع يمكن شوية شوية بيبقى أفضل، عشان كده أنا رأيي إنه مع التزام الجماهير ودي أهم حاجة، التزام الجماهير هو اللي هيساعد في ده بشكل كبير جدا، التزامهم بالضوابط الأمنية زي ما قلنا، إحنا محتاجين إن إحنا لو كده نبدأ ناخد خطوة لقدام، وبالتالي إنه نشوف حضور جماهيري أكبر، نشوف جماهير بشكل أكتر في المدرجات في الفترة الجاية هيفرق كتير جدا. فأنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ يعني الموضوع ده بقى لنا فترة بنتكلم فيه، بس أنا حاسة إن دلوقتي ممكن بدأ فيه بسيط أمل بالظبط لعودة الجماهير. يعني فكرة إن إحنا فعلا عمالين نزيد كل شوية وعدد الجماهير اللي بيسمح بدخوله المدرجات والاستاد بيزيد، فدي حاجه يا جماعه حلوه جدا. يعني احنا اتكلمنا في القصه دي قبل كده لو تفتكروا بعد ماتش مصر
مصر والسنغال في تصفيات المونديال اللي كان في القاهرة، واللي طبعا حضروا فوق ال 65 ألف مشجع، كلهم كانوا الحقيقة ملتزمين جدا. والحقيقة ماتشات الدوري يا جماعة مع زيادة المنافسة ما بين كل الفرق بقى ضروري جدا ان احنا نشوفه، لان نشوف حضور جماهيري في المدرجات، خصوصا الماتشات اللي اطرافها فرق جماهيريه زي الاسماعيلي والاتحاد والمحله والمصري وطبعا الزمالك والاهلي. فاتمنى ان فعلا زي ما انجي قالت انه مع التزام الجماهير، وتحطوا تحت التزام الجماهير ده يا جماعه 100 خط طبعا، والضوابط الامنيه حط برده تحتها مليون خط، نشوف عوده بشكل اكبر للجماهير في المدرجات. لان يا جماعه الجماهير غير، يعني في ماتش بيتقلب رأسا على عقب بمجرد ان في جماهير موجوده. اتمنى ان البدايه هتكون الشهر اللي جاي في نهائي كاس مصر، طبعا اعرق مسابقات الكره المصريه. المباراه مفترض ان هي هتكون بعد العيد يوم 21 يوليو بالتحديد، والزمالك هيكون احد اطرافها. وطبعا مع كامل احترامنا وتقديرنا لفريق باتروجيت وافراده ولاعيبته وجهازه، بس يعني المتوقع ان الفاينل هيكون زمالك واهلي، يا زمالك وبيراميدز، حسب يعني المتغلب فيهم على الثاني يوم الحد اللي جاي في لقاء الكوارتر فاينل اللي متاجل طبعا من سنه. وبالتالي التوقعات الفنيه بتقول ان احنا هنكون على موعد مع كارنفال كروي كمان شهر بالظبط من دلوقتي في نهايه كاس الموسم اللي فات. ومن هنا نفسي بقى نشوف فيه حضور جماهيري يا جماعه كامل في الملعب، خصوصا لو هو اقيم في استاد القاهره او يعني اي ملعب كبير يسع الجماهير، والجماهير عارفاه والجماهير مش هتتلخبط بقى في الدخول، لا يعني ملعب كبير، ملعب يسع كل الجماهير ان هي تبقى متقفله الاعداد في الاستاد. توفيق طبعا لجماهير الكوره المصريه في اللي جاي باذن الله. الجمهور هو عصب اللعبه دي، عشان كده احنا بنتمنى نشوف اكبر عدد من الجمهور طبعا في النطاق وفي الاطار اللي مسموح به، بس العدد ده يكون موجود ورا فرقته. ومش بتكلم يا جماعه على فكره على الزمالك بس، انا اكيد يخصني او يهمني اكتر الزمالك، لكن بتكلم عن كل الالعاب وكل الانديه الجماهيريه. يا جماعه الجمهور بيفرق بشكل مش طبيعي، فاتمنى ان اي حد بيتفرج علينا يعرف حاجه زي دي، ويعرف ان ده بيفرق كتير جدا جدا مع اللعيبه، حتى لو الاداء في الاول مش بيبقى حلو، صدقوني بوجودكم وبهتافكم فيما يخص ناديكم بتفرق جدا جدا مع اللعيبه. طيب تعالي بقى دلوقتي نروح نتكلم بقى انا وانت على توابع تعادل الزمالك اول امبارح في مباراه القمه، واللي بقى لنا حوالي 48 ساعه او اقل بنشوف ردود الافعال على السوشيال ميديا من الجمهور الزملكاوي. طبعا في ارتياح كبير جدا للروح الموجوده بين اللاعبين، الناس مبسوطه جدا بالمجموعه اللي كانت موجوده، وبالتحديد المجموعه طبعا اللي شاركت في المباراه. يمكن حسينا من كل اللاعبين اللي كانوا موجودين، سواء لعيبه عندهم خبرات وكبار او اللاعبين كمان صغارين، ان كله عنده خوف على اسمه كيان نادي الزمالك، كله بيلعب بروح، كله بيلعب بقلب، كله بيلعب وهو خايف على التيشيرت اللي هو لابسه. كان في حاله كبيره جدا الحقيقه من انكار الذات يعني عند الكل، يعني شفنا ده من اول اللعيبه الكبار زي ما قلت، يعني ما كانش في فرق يوميها بين لاعب عنده 37 سنه لاعب كبير عنده خبرات، ولاعب لسه عنده 20 سنه لسه لاعب شاب اول مره يشارك في مباراه زي مباراه القمه. كله حرفيا بيموت نفسه، كله بيعمل اي حاجه ممكن تتعمل في الكوره عشان هو عارف ان هو بيلعب باسم نادي كبير جدا اسمه نادي الزمالك. عشان كده الناس كانت مبسوطه، يمكن زي ما قلت الناس ما كانتش مبسوطه من النتيجه، لكن الناس كانت مبسوطه من نتيجه اللقاء، من اللي طلعنا بيه من اللقاء. يمكن انه الجاي ان شاء الله بنتمنى انه يكون افضل، الناس عندها او الناس بدات تتفائل لما شافت مجموعه اللاعبين في المباراه ديت، وان شاء الله اللي جاي هيكون افضل بكتير في الفتره اللي جايه. يعني ولا قدر الله لو حصل اي حاجه ولم نوفق في الفوز بالدوري، ف طبعا في شكل عام بيقول ان اللي جاي خير، وان حاله الانضباط اللي فرضها مجلس اداره النادي طبعا برئاسه المستشار مرتضى منصور بتقول انه اللي جاي افضل وان المستقبل افضل. وعلى فكره واضح جدا انه ماتش اول امبارح كان فيه رسائل كتير جدا اتبعتت ان اسم نادي الزمالك اكبر من اي لاعب، وانه شرف ارتداء تيشرت نادي الزمالك هو شرف رياضي، مفيش ما افتكرش ان فيه بعده شرف، وانه اي لاعب بيتمنى ان هو يلعب باسم التيشرت، وان مجموعه اللاعبين ديت ايا ما كانت هي قادره ان هي تسد. دي حقيقه، تفاصيل كتيره قوي الحقيقه، ومحتاجين ان احنا نكمل عليها كمان، نفضل نشتغل عليها. دلوقتي خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحة الرياضية في فقرة اقرا الخبر.
الخبر، البداية كالعادة مع نهارك زملكاوي وحرص مدربنا البرتغالي القدير مستر جيسوالدو فيريرا على تقديم التحية للعيبة على ما قدموه في مواجهة الأهلي بالقمة الأخيرة، وده قبل تمرين امبارح بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. كمان فيريرا أكد للعيبة في وجود الجهاز المعاون أن هم قدموا أداء رجولي ونفذوا كل المطلوب منهم وكانوا يستحقوا أن هم يكسبوا باللقاء. كمان فيريرا شدد على اللعيبة بضرورة الاستمرار في أن هم يقدموا أفضل ما عندهم خلال الفترة اللي جاية، كمان العمل على الفوز بشكل دائم من أجل الحفاظ على الصدارة والوصول للهدف المراد. طالب كمان فيريرا اللعيبة بغلق صفحة لقاء القمة وأن هم يركزوا في لقاء البنك الأهلي اللي جاي بكرة في إطار الجولة الـ 22 للدوري الممتاز اللي بيحمل لقب وبيتصدره أبناء 100 عقبة. فمران امبارح خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة مستر فيريرا فقرة استشفائية وتأهيلية لمجموعة اللاعبين اللي شاركوا بشكل أساسي في لقاء الأهلي الأخير، طبعا ده استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة. خاضت المجموعة الأساسية بعض التدريبات من خلال استخدام أدوات تم استخدامها من صالة الجامب النادي، وده كان تحت قيادة أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، وضمت المجموعة اللي خاضت الفقرة التأهيلية والاستشفاء شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، محمد اشرف رؤى، سيد عبد الله نيمار، وعبد الله جمعه، ومحمد عبد الغني، محمد عواد، امام عاشور، محمود حمدي الونش. اكتفى طبعا الجهاز الفني للفريق بخوض اللعيبه دي للتدريبات الاستشفائيه والتاهيل الخفيف فقط من خلال مران امبارح منعا لتعرضهم للاجهاد في ظل خوضهم مباراه البنك الاهلي في الدوري الممتاز طبعا غدا. كمان فتوح الظهير الايسر للفريق عمل فقره تاهيليه جوه صاله الجيم النادي، وده على هامش تمرين الفريق امبارح يوم الاثنين، وده بيجي وفقا للبرنامج اللي محطوط له خلال الفتره الحاليه من اجل تجهيزه للمشاركه في التدريبات والمباريات اللي جايه، وده بعد ما تعافيه من فيروس كورونا. كمان قام الجهاز الطبي للزمالك بعمل شويه فحوصات طبيه للعيب واللي تم معاه بشكل دوري. فتوح يعني بنسبة كبيرة جدا، يمكن بنسبة تقارب بال 90% مش هيكون موجود معانا بكرة في ماتش قدام البنك الأهلي. طبعا بنتمنى ان هو يرجع بألف سلامة ويكون موجود لانه اكيد إضافة مهمة جدا معانا. يعني طبعا فتوح لاعب مهم جدا ومميز، واكيد ان شاء الله الفتره اللي جايه ديت اكيد هيعود سريعا للتدريبات. طيب تعالوا نروح لمحمود علاء مدافع الفريق اللي خاض في المرحله الثانيه من البرنامج التاهيلي الخاص بي من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق طبعا مع الجهاز الفني للفريق بقياده مستر فيريرا من اجل التعافي من الاصابه اللي بيعاني منها في انكل القدم واللي تعرض ليها مع منتخب مصر خلال الاجنده الدوليه الأخيرة. خاض محمود علاء تدريبات الجري حول الملعب في بداية الفقرة التأهيلية على هامش تدريب الفريق امبارح، وخاض بعدها تدريبات متنوعة تحت إشراف أندري فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق. طبعا برضو بنسبة كبيرة جدا محمود علاء هيكون خارج لقاء البنك الأهلي ومش هيكون متواجد في اللقاء بكرة، إن شاء الله ممكن يلحق لقاء سيراميكا كليوباترا اللي هيكون بعد لقاء البنك الأهلي. شارك الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية امبارح يوم الاثنين، وده عشان يستعد لمواجهة البنك الأهلي اللي جاية في بطولة الدوري الممتاز. الجزيري رجع للقاهرة يوم السبت، وده بعد ما انتهى من المشاركة مع منتخب بلاده في الأجندة الدولية الأخيرة وما لحقش يكون جاهز للقمة بسبب وصوله متأخر، بالتالي استبعده فيريرا من قائمة اللقاء ومشاركش، لكنه كان حريص على تواجد مع زمايله في الملعب ودعمهم قبل اللقاء طبعا في لفتة طيبة جدا من سيف الدين الجزيري، ومهم فعلا هو يكون موجود مع زمايله حتى لو ما شاركش، وإن شاء الله نشوفه بكرة معانا في ماتش البنك الأهلي. نروح للاعبين الفريق اللي خاضوا فقرة فنية خاصة على هامش المران امبارح استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بكرة. طبعا ركز الجهاز الفني للفريق بقيادة مستر فيريرا على تسديد اللاعبين على المرمى سواء من وضع الثبات أو بالتمرير في محيط منطقة الجزاء. كمان مستر فيريرا عمل جلسة مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق
على هامش التمرين امبارح يوم الاثنين، واشاد فيريرا خلال الجلسه دي باداء الونش في مباراه الاهلي والمجهود الكبير اللي بذله، كمان طلبه بالمزيد في الفتره اللي جايه. فيريرا منح تعليمات ونصايح فنيه للعيب استعدادا للفتره الجايه في مشوار الفريق. كل التحية طبعا للونش اللي بيشارك رغم أي حاجة وبيتحامل كمان على نفسه في بعض الأوقات عشان يتواجد في مباريات مهمة بيقدم فيها كالعادة مستويات استثنائية. بنتمنى أن الونش يرجع الحقيقة لفورمته الفترة اللي جاية، لأن احنا محتاجين جدا جدا الونش. بس أنا متأكدة أن فيريرا هيشتغل مع الونش بشكل صح يخليه موجود معانا بالشكل اللي احنا دايما متعودين منه عليه. أكيد إن شاء الله. وتعالي نروح لظهيرنا الأيمن الدولي التونسي حمزة المثلوثي اللي خاض فقرة تأهيلية خاصة بالكرة تحت إشراف أندريه فالب سوزا مخطط الأحمال بالفريق. طبعا ده بيجي وفقا للبرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في الفترة القادمة بعد تعافيه من الإصابة اللي كان بيتعرض ليها أو اللي كان بيعاني منها في أنكل القدم واللي غاب بسببها عن المشاركة مع الفريق. النهارده هيختتم الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك بقياده مستر فيريرا تدريباته الساعه 5 مساء على ملعب عبد اللطيف برجيله بمقر النادي، استعدادا لمواجهه البنك الاهلي بكره الساعه 7 على ملعب مقاولين العرب. ومن المقرر ان يعلن فيريرا عن قائمه لقاء البنك الاهلي بعد انتهاء ميران النهارده، وبعدها هيدخل الفريق معسكر مغلق باحد الفنادق بالقاهره. طيب بخصوص طارق حامد لاعب وسط الفريق، فهو خلاص وصل للقاهرة بالفعل أول امبارح بعد انتهاء ماتش القمة، وبعد غياب حوالي 50 يوم رجع طارق حامد زي ما قلنا أول امبارح. امبارح طارق حامد تواجد داخل النادي وخاض تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيم بمقر النادي بشكل شخصي على هامش التدريبات بعد وصوله للقاهرة. نروح بقى لشيكابالا، وبيتميز يا جماعه شيكابالا بان هو لعيب كبير اسطوره داخل الملعب، دي حاجه مفيش شك عليه، لكن هو برضو بيتميز خارج الملعب بان هو انسان بسيط، انسان طيب القلب، وكل اللي اتعامل معاه عن قرب او عن بعد حتى لمس الحته دي. شيكا امبارح يا جماعه في لفته انسانيه جميله جدا منه قرر ان هو يلبي طلب مشجع زملكاوي من ذوي الهمم كان نفسه يتصور مع معشوقه الاول شيكابالا، وفعلا راح امبارح تمرين الفريق وتصور معاه، ودخل شيكا طبعا على قلبه السعاده، ادخل على قلبه السعاده بموقف بسيط جميل جدا جدا. تعالوا كده نشوف الموقف ده ونرجع تاني. كابتن شيكا عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله حلو؟ الحمد لله. اخبارك يا عم عامل ايه؟ كويس؟ اخبارك ايه؟ عايز اقول لك ايه؟ اتفضل. لسه الاحلى جاي في رحله بود وشوق، وسيبك انت دي فيها انت كل جراح قلبك هيروح، وبنجمل سكتنا ما دام عايشين، مفيش رحلة في السكة دي تبكى العين، تيجي كده تيجي كده يعني قلبك شيء جميل، والعيون اللي في خيالك ليها رب اسمه الكريم، يلا عايزين ابتسامة تبني كل شيء جميل، ده شيكا ده شيكا وش الخير. موقف جميل فعلا من شيكا، وهو ده معنى كلمة أسطورة، أن الأسطورة مش بس بيكون بأرقام وبالإنجازات داخل الملعب، الأسطورة كمان بيكون بمواقفه ده خارج الملعب، بتبقى حاجات بتخلي فعلا اللاعب دوت ناس كتير جدا بتحبه، ناس كتير دايما يعني بتحس أن هو الأسطورة. الأسطورة زي ما قلت يا نيرفانا أنه المواقف بره الملعب بيكون اهم بكثير من المواقف، ما بالك بقى لما كمان يبقى عندنا اسطوره بتعمل الاثنين جوه الملعب وخارج الملعب. فالحقيقه ربنا يعني يكرمه في اللي جاي. شيكابالا دايما بيفاجئنا ودايما متعودين منه على المواقف دي، وبيفاجئنا كمان دايما في الملعب، فان شاء الله نشوف منه الكثير الفتره ان شاء الله. دلوقتي خلونا نروح فاصل سريع جدا، بعدها هناخدكم في جوله عالميه مع فقره نهارك عالمي. في عاصمة نور باريس كل الأخبار اللي جاية من هناك بتقول إن نادي باريس سان جيرمان وصل بالفعل أو توصل لاتفاق مع كريستوف جالتيير مدرب نيس
من اجل توالي القياده الفنيه للفريق خلفا طبعا للارجنتيني ماوريسيو بوتشيني. إدارة باريس برئاسة ناصر الخليفي كانت استقرت من فترة كده على إنهاء عقد بوتشينو واللي كان من المفترض أنه هو ينتهي لسه السنة اللي جاية. وفقا لصحيفة لوكيب الفرنسية فإن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع نيس بشأن الاستعانة بمدربه لقيادة الفريق وده في مقابل 10 مليون يورو عشان يضم كريستوف جالتير لبطل الدوري الفرنسي. طيب ده هيتم إمتى؟ او يعني اسدال الستار ده امتى على قصه مدرب باريس سان جيرمان؟ لكيب اشارت الى ان هو من المتوقع انه يتم الاعلان بشان التعاقد مع جلاتير يوم الخميس اللي جاي، لكن ده برده متوقف على تسويه رحيل بوتشينيو عن نادي العاصمه الفرنسيه لان هي طبعا هتكلفهم اكتر من مبلغ التعاقد مع جالتيير. يعني احنا بنتكلم مثلا في حوالي 15 مليون يورو كشرط جزائي، ده في حاله ان هم ما توصلوش معاه لاتفاق ودي او ودي الاتفاق ودي يدفعوا بناء عليه مبلغ اقل من كده شويه. فاكيد هنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل في القصه دي. ولسه برضو مع ريال واللي ادارته خدت قرار خدت خطوه مهمه جدا تجاه لعيب الفريق المتالق فانسيوس جونيور وقررت ان هي تجدد له عقده او تمديده يعني بمعنى ادق لغايه سنه 2027 وده بعد التالق الكبير اللي لعب خلال الموسم اللي فات. فينيسيوس طبعا كان سبب رئيسي في فوز الريال بدوري الابطال، سجل هدف اللقاء الوحيد في مرمى ليفربول، غير ان هو كمان ساهم بشكل كبير جدا مع بنزيما في التتويج بالدوري وكل الانجازات الفريق حققها الموسم ده. يكفي يعني ان احنا نقول ان هو سجل مع ريال مدريد خلال الموسم ده 22 جول وصنع 20 في موسم هو الافضل في مسيرته كلها الحقيقه. كل التسريبات الصحفيه والتقارير بتاكد يعني ان خلاص ان النجم البرازيلي وقع على العقد الجديد بالرغم ان لسه ريال مدريد ما اعلنش بشكل رسمي لحد دلوقتي. فانسيوس جونيور اتكافئ على كل اللي قدمه مع الريال رغم طبعا صغر سنه بان راتبه السنوي مع الفريق زاد اكتر من الضعف تقريبا بعد ما كان بيحصل على 4 مليون يورو سنويا، مرتبه في العقد الجديد هيكون 10 مليون يورو. كمان الريال زود قيمه الشرط الجزائي في عقده لمليار يورو بدل 350 مليون يورو وده عشان تامين مستقبل اللاعب مع النادي. لسه مكملين كلامنا عن الصفقات بس خلونا نرجع تاني لانجلترا ونروح بالتحديد لاخبار ليفربول وسوق طبعا الانتقالات وتحديدا زي ما قلنا الريدز ماشي في سوق الانتقالات بشكل كويس جدا الحقيقه الصيف ده بقياده طبعا المخضرم يورجن كلوب وحاليا هو بيفكر جديا ان هو يضم لاعب وسط انتر ميلان نيكولو باريلا وشبكه كالتشو ميركاتو الايطاليه وصفت وقالت ان يورجن كلوب تم سحره او هو مسحور بباريلا وعايز يتعاقد معاه باي شكل وباي ثمن وطلب من اداره ليفربول التعاقد مع باريلا وان هو مهم جدا لخطه المدرب ومشروعه للموسم الجديد طبعا في ليفربول. طبعا باريلا صاحب ال 25 سنه كان مؤثر جدا الحقيقه مع انتر الموسم اللي فات، صنع 13 هدف في الدوري الايطالي مع الانتر وبيعتبر واحد من اهم اعمده الفريق، لكن هيكون في مشكله بسيطه وهي ان عقده لسه مستمر مع الانتر لمده 4 سنين وانتر طبعا مقدره سعر باريلا او حاطه سعر 90 مليون يورو، طبعا ده رقم كبير جدا يعني زياده طبعا بالنسبه لليفربول ان هم يدفعوا خاصه الرقم ده خاصه ان هم لسه دافعين حوالي 100 مليون يورو في صفقه المهاجم الجديد داروين نونز. لكن خطه ليفربول للتعاقد مع اللاعب هتكون في ان هو يعرض صفقه تبادليه بين اللاعب بين باريلا وبين نابي كيتا بالاضافه كمان لدفع مبلغ مالي عشان يحققوا حلم يورجن كلوب في ضم اللاعب. طبعا عامة المفاوضات لسه شغالة حاليا وهنشوف اكيد في الايام اللي جاية دي ممكن تخلص على ايه، هل ممكن نشوف زي ما قلنا باريلا مع ليفربول ونابي كيتا مع الانتر، هنشوف الفترة اللي جاية ديت ايه اللي هيحصل واكيد هنقول لكم. يعني الفترة اللي جاية هنشوف تفاصيل كتيرة وهنشوف قرارات كتيرة. خليني بقى كده انجي احكي لك عن موقف يمكن احنا كلنا تعرضنا له بس يعني مش زي ده بالظبط قوي يعني يمكن انا اكتر واحده صح اكتر واحده بتتعرضي للمواقف هتعرفوا ليه دلوقتي حالا يا جماعه. احنا عموما لما بنعمل حادثه كده لا قدر الله يعني والعربيه بتتخبط او حتى يعني بتتخدش
الخدشه الصغيره نبقى هنتجنن الحقيقه، واحنا عربياتنا يعني كلها بنتكلم في كام يعني، في 200 300 400 الف يعني، لو معانا فلوس جديده العربيات الجديده يعني ربنا معديه معديه الحقيقه بالذات الفتره دي مليون، خلينا نتكلم في حدود مليون يعني، بنبقى خلاص هنتجنن يعني، حادثه وقصه وعربيتي مش عارفه خدشت قد ايه. طب يا جماعه بقى نتخيل مع بعض كده عربيه بقيمه 1,700,000 جنيه استرليني تتكسر او تتخبط او ايا كان. دي بقى الجريمه الكبيره اللي عملها سائق النجم البرتغالي اللي بحسب صحيفه ذا صن الانجليزيه فقد السيطره وصدم بجدار عقار سكني في ساكوما في دي مايوركا في اسبانيا. المكان اللي بيقضي فيه نجم مانشستر يونايتد اجازته مع عيلته هناك، صحيفه ذا صن قالت ان مقدمه العربيه اتحطمت طبعا وما كانش فيه اي عربيات ثانيه عموما، فالحادثه يعني هو السواق خبط من نفسه في الجدار. طبعا يا جماعه بنتكلم عن كريستيانو رونالدو، فيعني مش عارفه يعني مش عارفه الصراحه، ممكن كريستيانو رونالدو لما يشوف حاجه زي دي ولا لا، هو السواق سليم دي المهم بالنسبه لنا، بس ما اعتقدش ان ده المهم بالنسبه لكريستيانو رونالدو، اعتقد كريستيانو رونالدو هيبقى خايف على العربيه اكتر يعني. لما شاف العربيه بالمنظر ده انا مش عارفه الصراحه احساسه ايه، ولا انا عارفه مستحيل نعرف احساسه ايه، ده صعب قوي والله. بنتكلم في فلوس ولا اي حاجه؟ بس بنتكلم، لا بنتكلم في فلوس بس يعني، لا بنتكلم في فلوس انا قصدي حاجه غاليه برضو عليه. دي اول حاجه انت اتكلمتي فيها يا نيربانا، ما تهزريش، انا عندي عربيه دي انا هركنها في الصالون عندي، مش هنزل بيها اساسا يعني، هو بس الحته اللي اتخبطت اغلى من الحياه. طب انا سؤال، هو كريستيانو اللي كان سايق ولا السائق بتاعه؟ سواق خبط في العماره، حتى ما بيقولوا ما كانش فيه عربيات، لا هو دخل، مش عارفه بقى يعني من صعبه جدا قدر بقى، وعايزين نطمن على السواق، هو لا سواق كويس، لا نطمن بعدها حصل له ايه. صح سواق نطمن، لا قصدي نطمن من كريستيانو رونالدو، من كريستيانو عليه، من كريستيانو ربنا يعينه بصراحه، اكيد هيبقى اخر مره يسوق فيها عربيات في حياته خلاص كده يعني، ده اكيد مستحيل، اعتقد انه هيمشي بقى، هيعتزل المهنه كلها. دلوقتي نروح لنبض ميتعوب. خلونا دلوقتي نروح للايف من جوه نادي الزمالك، ومعانا زميلنا العزيز محمد ساهر، نروح نعرف منه اخر الجديد داخل مدرسه الفن والهندسه. نهارك ابيض يا ساهر. نهارك ابيض بخطين حمر يا ساهر. نهاركم ابيض زملائي الاعزاء نيرفانا وانجي، ودايما متالقين على شاشات نادي الزمالك زي ما بنعمل سبوت كده على كل الالعاب اللي بتحقق انجازات داخل نادي الزمالك. النهارده التنس الارضي حقق انجازات منذ يومين في بطوله الجمهوريه الماضيه، وعمل انجازات كبيره جدا، لازم كنا نكون موجودين معاهم النهارده بنحتفل معاهم ونتكلم اكتر عن الانجازات اللي حققوها مع الكابتن ضيفي دلوقتي كابتن صبري عباس رئيس جهاز التنس الارضي. كابتن صبري برحب بيك، ونهارك ابيض بخطين حمر. صباح الخير، ونهاركم ابيض بخطين حمر وعلى اعظم قناه في العالم كابتن صبري. ربنا يخليك كابتن صبري، كلمني على الانجاز اللي اتحقق منذ يومين بطوله الجمهوريه واللي حققناه من مراكز، اكيد حققنا انجازات كبيره جدا في كل الاعمار. هو احنا اخر مجمع في بطولات الجمهوريه اللي هو مجمع الخامس، حصلت سما ياسر وحيد على مركز اول تحت 18 سنه بطوله المقاولين، وجانا خالد 16 و18 مركز ثالث بطوله الامن، جودي احمد تحت 16 سنه مركز ثاني زوجي وفردي بورتو سعيد، كريم تامر بيبرس زوجي مركز ثالث المقاولين، جودي محمد عبد معطي زوجي مركز ثالث الامن، جانا احمد مصطفى ثاني الخمايل زوجي، سما علي السليمانيه مركز ثاني فردي، مايا تامر مركز ثاني فردي كوتشم، ندى محمد علي المقاولين مركز ثاني فردي، ندى السليمانيه مركز ثاني فردي 12 سنه ندى، جنى احمد مصطفى مركز ثالث الخمايل فردي، لجين علاء الخمايل مركز اول زوجي، مايا تامر سبورتنج مركز ثاني زوجي، جوري محمد محمود مركز ثالث زوجي الامن، مريم شادي الامن 12 سنه مركز ثاني زوجي،
الثالث سوري، جود احمد الخمائي المركز الثالث زوجي، ملك اكرم الخمائي المركز الثالث زوجي، ندى محمد علي المقاولين ثالث زوجي 12 سنه، يحيى محمد حجي مركز ثاني ثالث الامن المركزي، ادم محمد يسري مركز اول 10 سنين. كابتن منهم من اللي حصلوا على المراكز دي موجودين معانا. كابتن الانجازات دي اللي اتحققت دي احسن من البطوله الماضيه؟ هو احنا بنحقق في كل المجمع، في مجمعات الجمهوريه بنحقق مراكز كتير قوي، اللي احنا عندنا تحت 8 و9 و10 و12 و14 و16 سنه و18 وسيدات اولاد وبنات على مستوى عالي، بنعمل تدريبات مكثفه علشان في داخلين على الدوري. الدوري هيبدا بلقاء صيد اكتوبر الولاد فتره صباحيه يوم السبت اللي بعد الجاي يوم 2/7، والبنات تحت 12 سنه يوم السبت الساعه 4:30 في صيد الدقي. شكرا كابتن، وبتمنى لك التوفيق بقى عشان استضيف بقى النجمات اللي جنبي طبعا اللي ليهم مستقبل كبير جدا في التنس. شكرا لك كابتن. شكرا، وطبعا في الاخر برضو بنحب نقدم الشكر لمجلس الاداره طبعاً. لان مجلس الاداره بقياده المستشار مرتضى منصور بيوفر كل حاجه لنجاح المنظومه التنسيه، وان شاء الله في كل مجمع وفي كل بطوله هنحقق مراكز متقدمه ان شاء الله. واضح الطفره اللي عملها المستشار مرتضى واضحه في الملاعب كلها. شكرا لك. شكرا وبالتوفيق. ما ينفعش بقى اكون معاكم النهارده وما استقبلش النجمات بقى اللي ليهم مستقبل كبير جدا اللي حققوا انجازات في هذه البطوله. نتعرف بيكي. ندى محمد علي. عندك كام سنه يا ندى؟ 11 سنه. بقالك قد ايه بتلعبي تنس؟ 6 سنين. حققتي ايه بقى؟ فزتي في كام مباراه؟ لعبت 7 ماتشات، كسبت 6 وخسرت 1. كويس جدا. عايزه تطلعي زي مين بقى لما تكبري كده في التنس؟ ستيفي جراف. ستيفي جراف دي كانت نجمه كبيره قوي. شكرا ليك. اتعرف بيكي. مليكة عبد الجواد محمد. علي صوتك. مليكة عبد الجواد محمد. كم سنه يا مليكة؟ عندك كم سنه؟ 10 سنين. 10 سنين. لعبت كم ماتش؟ لعبت 6 ماتشات، كسبت 4 وخسرت 2. مين مثلك الاعلى بقى في النجمات الكبرى؟ ماريا شرابوفا. شرابوفا جامده جدا. شكرا ليك. اسمك ايه؟ اسمي جوزي. عندك كم سنه يا جوزي؟ عندي 12. لعبت كم ماتش؟ لعبت 4، كسبت 3 وخسرت ماتش. عايزه تطلعي زي مين بقى لما تكبري كده؟ شرابوفا. شرابوفا برضه. شكرا ليك. لسه متواصلين مع نجمات التنس. نتعرف بيكي. ملك اكرم حسين. ملك عندك كام سنه؟ 10 سنين. شاطره في المذاكره بقى ولا ايه؟ شاطره. لعبت كام ماتش؟ مش فاكره، بس انا لعبت كتير يعني 6 7 كده. فزتي كل الماتشات؟ مش كلها، كلها يعني في خسرت 3 ماتشات. لا 6. 6 كسبتي كتير طبعا. عايزه تطلعي زي مين بقى لما تكبري كده؟ انس جابر. انس جابر التونسيه، لعيبه جامده جدا دي. شكرا ليك. اسمك ايه؟ جود احمد. جود عندك كام سنه؟ عندي 10 سنين. 10 سنين، جميل قوي. لعبتي كام ماتش؟ لعبت 4 كسبت 3، لا لعبت 5 كسبت 3. 3 بتلعبي كويس؟ يعني لو لعبتك تكسبيني يعني ولا ايه؟ كمان. طب عايز تطلعي زي مين بقى لما تكبري؟ ماهر شريف. ماهر شريف مصريه. ان شاء الله تطلعي احسن مني. شكرا ليك. شكرا. اكيد يعني لقاء مهم جدا مع نجمات التنس ان شاء الله اللي كل يوم مستقبل كبير جدا داخل نادي الزمالك. النهارده التدريب الاخير بقى للفريق كره النهارده الساعه 5 طبعا عشان هيبقى في دخول معسكر استعدادا لمباراه البنك الاهلي غدا في الاسبوع 22. امبارح بالامس طارق حامد نزل التدريب، جري حوالين الملعب كده ودخل الجيم شويه تقويات، مش عارفين بقى لسه مستر فيريرا هيقرر مع مجلس اداره هل طارق حامد هيكون متواجد ولا لا. اخر حاجه يعني اقول لكم عليها ان طبعا شيكابالا مع اللعيبه يعني عايز اقول لكم كمان ان طارق حامد هو دخل الجيم عن طريق نفسه يعني مش عن طريق الجهاز الفني، فلسه هنشوف طارق حامد هيعمل ايه الفتره اللي جايه مع مجلس الاداره. كمان شيكابالا واللعيبه اتكلموا مع بن شرقي عشان يجدد، ويعني اتكلموا معاه ان هو لازم يكون موجود في نادي الزمالك الفتره اللي جايه. هيبقى في جلسه قريبه جدا مع بن شرقي مع مجلس الاداره عشان طبعا تجديد عقده. نتمنى ان شاء الله نشوف بن شرقي مواسم قادمه في نادي الزمالك. دي كانت كل كواليسنا هنا داخل نادي الزمالك. انجي نيرفانا اليكم الكلمه، تفضل. نشكرك يا ساهر. شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد ساهر.
نروح لأخبار نبض ميت عوبة. ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في تجديد عقد اللاعب المتألق أكرم يسري نجم الفريق الأول لكوماندز كرة اليد بالنادي لمدة 3 سنين، وقام اللاعب بتجديد عقده خلال الجلسة اللي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات. أكرم بيعتبر من أهم لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك من وقت انضمامه للكوماندز سنة 2017، حصد مع الفريق 12 بطولة محلية وقارية من ضمنهم 4 بطولات دوري المحترفين المصري وبطولة سوبر دوري المحترفين المصري و3 ألقاب دوري أبطال أفريقيا و3 سوبر أفريقي ولقب كأس الكؤوس الأفريقية. فالحقيقة أن تجديد التعاقد مع أكرم يسري بيجي في إطار يعني مجلس إدارة نادي الزمالك اللي بتهدف لتدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة اللي جاية بإذن الله. طبعا ألف مبروك لأكرم يسري وكل التوفيق لي مع الزمالك في الفترة القادمة. تلقى نادي الزمالك خطاب رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم بيخطروا خلاله باستدعاء 7 لاعبين من فريق النادي مواليد 2003 للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للشباب. جاءت قائمة لاعبي الزمالك مواليد 2003 المنضمين لقائمة منتخب مصر للشباب كالتالي: أحمد رفاعي، محيي جمعة، طارق علاء، ماجد هاني، كريم عبدون، عبد الرحمن حمادة الفيومي، أحمد عبد الرحيم إيشو. وفقا للخطاب المرسل للنادي من اتحاد الكرة، فمن المقرر أن ينتظم المنتخب الوطني للشباب في معسكر مفتوح خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 1 يوليو المقبل. بعدها ينتظم المنتخب في معسكر مغلق خلال الفترة من 2 يوليو المقبل وحتى 18 من نفس الشهر، وخلال الفترة دي هيتم إقامة مباريات ودية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب خلال الفترة من 18 يوليو حتى 6 أغسطس 2022 والمقامة بالمملكة العربية السعودية. وهينضم خماسي الزمالك أحمد رفاعي، محيي جمعة، طارق علاء، ماجد هاني، وكريم عبدون إلى معسكر المنتخب الوطني للشباب النهاردة. بعدها يوم السبت الجاي هيحصلهم الثنائي عبد الرحمن حمادة الفيومي وأحمد عبد الرحيم إيشو، أكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. طيب بمناسبة كمان تجديد تعاقد الفريق، أعلن الزمالك حالا تجديد تعاقد عمر الوكيل بكار 3 سنين مع نادي الزمالك، طبعا نجم فريق كرة اليد، أكيد بنبارك له وبنتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة. ألف مبروك طبعا عمر الوكيل، وإن شاء الله كل نجوم الزمالك يكونوا معانا الفترة اللي جاية في كل الألعاب إن شاء الله. تعالوا دلوقتي بقى ناخدكم ونروح نطير بيكم على مداركم الافتراضي ونروح لفقرة الشارع العربي. أهلا بيكم في الشارع الأبيض. يمكن في ظروف صعبة قدر فرسان وشباب ميت عقبة أن هما يصنعوا ريمونتادا رائعة طبعا في القمة 124 وينتزعوا تعادل كاد أن يتحول لفوز طبعا لولا غياب التوفيق. وعشان كده يعني احنا اكيد كنا نستحق الخروج باكتر من تعادل، لكن يكفينا الروح القتاليه والكفاح بشرف من اجل اسم وسمعه الزمالك. تعالوا نشوف تقريرنا عن مكاسب الزمالك من مباراه القمه وازاي نبني عليها في اللي جاي، ونرجع مره ثانيه. تعادل بطعم الفوز هو ملخص القمة رقم 124 بين الزمالك والأهلي. الزمالك قدم مباراة ولا أروع في ظل الغيابات الكتير اللي فرضت نفسها على اللقاء واللي خلت فيه تخوف عند البعض بالدفع بالشباب والناشئين في مباراة بالحجم ده، لكن رجال الزمالك كانوا على الموعد الحقيقة، ولولا سوء الحظ وغياب التوفيق كان الزمالك هيحقق فوز سهل على الغريم التقليدي ليه. مكاسب كتير حققها الزمالك في مباراة القمة الحقيقة، أبرزها أكيد هو اكتساب عناصر جديدة تألقت وبالتأكيد هيكون ليها تأثير في الفترة اللي جاية مع الفريق. شباب الزمالك كلهم الحقيقة كان ليهم دور مؤثر في المباراة وأثبتوا جدارتهم وحقهم في ارتداء تيشيرت نادي الزمالك.
من أهم المكاسب اللي حققها الزمالك من المباراة هو الحفاظ على فرق النقاط في جدول الدوري مع الأهلي، واللي لسه عنده مؤجلات أكيد، لكن وجود فرق الأربع نقط حالياً هيمثل ضغط كبير على لاعبته في المباريات اللي جاية من الدوري والمؤجلات. الأهم حالياً إن الزمالك ما يفقدش أي نقطة في أي مباراة في الدوري. لعيبة كتير لعبت ماتش كبير الحقيقة امبارح، سواء بن شرقي واللي سجل هدف التعادل في توقيت مهم جدا وقدر يرجعنا للمباراة مرة تانية، وده ثقة كبيرة للفريق. لكن الأكيد نجم المباراة الأول هو الأباتشي شيكابالا اللي دايما بيكون موجود وقت ما الفريق بيحتاجه، وعمره ما خذل توقعات جمهور الزمالك. شيكابالا نزل في شوط واحد صنع هدف وسجل الثاني، ولولا سوء الحظ كان هيصنع الثالث في كورة العارضة. شيكابالا بيثبت مقولة إن الذهب عمره ما هيكون غير ذهب، مهما عدى عليه الوقت لسه لمعانه موجود ما بيتأثرش. جمهور الزمالك دايما بيبص للمكسب، وأكيد مش هيرضيه التعادل مع الأهلي، لكن في ظل كل الظروف والغيابات اللي بيمر بيها الزمالك فهو أكيد تعادل بطعم الانتصار. تعالوا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن تقييمك لشباب الزمالك خلال الفتره اللي فاتت وتوظيف فيريرا ليهم في التشكيل الاساسي للفريق. البدايه من عند مين يا انجي؟ البدايه من عند احمد عيد، بيقول صباح الخير عليك يا نيرفانا، صباح الفل عليك يا انجي، نهاركم ابيض بخطين حمر. انا شايف ناشئين الزمالك عاملين اداء ممتاز في الفتره الاخيره مع الفريق الاول، وهم دول مستقبل الزمالك ومنتخب مصر في المستقبل. كمان مستر فيريرا لازم يديهم فرصه اكبر في الفتره القادمه، وبالتوفيق للجميع لجميع اللعيبه. زملكاوي جميل، نشكرك يا احمد. عبد الحفيظ، صباح الخير عليك يا نيرفانا، صباح الفل عليك يا انجي، ونهاركم ابيض بخطين حمر. الناشئين عاملين اداء مميز وفريرا واثق فيهم وبيعتمد على اللعيبه، وان شاء الله يكون ليهم دور في الفتره اللي جايه، واحنا عندنا قطاع الناشئين بخير وهما مستقبل النادي في المواسم القادمه باذن الله، زملكاوي لاخر العمر. عبد الله اسامه بيقول صباح الخير عليك يا نيرفانا وعليك يا انجي، بصراحه شباب الزمالك عملوا اداء عظيم في لقاء القمه، وبالتالي نقدر نقول ان الزمالك كسب جيل رائع من اللاعبين، واكيد هيقدروا يقدموا انجازات كبيره للكيان، وطبعا الكيان وبطل الكيان يصنع الابطال. بنشكرك يا عبد الله. احمد بيقول صباح الخير عليك يا انجي، صباح الورد عليك يا نيرفانا، نهاركم ابيض بخطين حمر. انا شايف ان شباب الزمالك عملوا اداء ممتاز ولازم نديله الفرصه في الفتره اللي جايه، لان اللعيبه دي مستقبل النادي، وان شاء الله يقدموا اداء افضل وكل الدعم لفريقنا، وبالتوفيق للزمالك. زملكاوي وافتخر. اهلا بيكم من جديد في فقره سهم قوس، وعايزه اقول لكم ان دايما طيور الزمالك المهاجره ياما شرفت ورفعت اسم الرايه البيضاء بخطين حمر في مختلف المحافل والمسابقات والدوريات الكبرى والعالميه كمان، مش بس في كره القدم لكن كمان في الصالات، يعني باعتبارنا ملوك الصالات، يعني بنشوف يحيى خالد في المجر، بنشوف محمد ممدوح هاشم في فرنسا، دلوقتي اكيد هنتابع برده ولادنا يحيى وسيف الدرع بالنسبه طبعا لكره اليد، كمان في كره السله زي ما هو حاصل مع نجمنا الواعد وضيفنا اللي مشرفنا النهارده واللي بيسعدنا دلوقتي انه ينضم لنا في استوديو نهارك ابيض، كابتن ياسر عبد الوهاب نجم سله الزمالك السابق طبعا والمحترف حاليا بامريكا. ياسين منور. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. يعني كنت معايا من كام شهر كده، فتره كبيره كنت معايا هنا منورني في نهارك ابيض، كان قبل فتره احترافك. قول لي الفرق من بين وقتها وبين دلوقتي، حاسس ايه اللي فرق؟ طبعا يعني هو الفرق الكبير من هنا وهناك النظام، اللي هو يعني مثلا هنا بيبقى اليوم العادي اللي اصحى الصبح براحتي. حاسس ان انت حياتك اختلفت من ناحيه النظام؟ ايوه طبعا، يعني مثلا هناك ما ينفعش اتاخر عن اي حاجه، لو اتاخرت عن اي حاجه تبقى مشكله كبيره قوي، اللي هو ساعات بيبقى عندي تمرين الساعه 5 الصبح،
فاصحى الساعه 4:30 اخش تمريني، بعد كده اخلص اروح المدرسه، بعد كده ارجع اذاكر. تتمرن تمرينه قبل المدرسه؟ قبل المدرسه. اوكي. وبعد كده اخلص، بعد كده اروح تمرين تاني، بعد كده ارجع اذاكر، عشان هناك برضو لو جبت درجات وحشه او حاجه ما ينفعش العب، عشان هم بيهتموا برضو بالدراسه زي الباسكت بالظبط. اوكي، يعني مش بس كل اهتمامهم بالباسكت بول، لا اهتمامهم لا كمان ان انت تنجح وتجيب درجات عاليه، لازم ابقى درجاتي كويسه عشان العب. فهو يعني التطور في كل حاجه، دراسه، باسكت، كل حاجه يعني. انت مدرستك هناك اسمها ايه؟ سبرينج كريك. اسمها سبرينج كريك. طيب انت يعني شايف انه في فرق، عانيت او حسيت بصعوبه في الدراسه هناك عن هنا، ولا حسيت الموضوع لا صحيح؟ يعني الحمد لله انا اصلا وانا هنا كنت امريكان يعني اوريدي، فاللي هو رحت هناك برضو كان في الماث شويه صعوبه، بس يعني مامتي بصراحه قعدت تساعدني كتير يعني، كانت بتذاكرني كتير. لكن نفس نظام التعليم، فانت ما حسيتش بصعوبه في الموضوع. طب خليني اسالك، يعني نرجع كده اسالك سؤال، يعني في مقوله كده بتقول ياسين ابن الوز عوام، يمكن ما تعرفش انت الكلام دوت قوي باعتبارك صغير في السن وكمان عشت بره، بس يعني الكلمه دي معروفه عندنا قوي، اللي هو ابن الوز عوام. فانت شايف انه وجود كابتن ياسر عبد الوهاب في حياتك او فكره ان هو باباك، هل دوت كان سبب في ان احنا نشوف نجم واعد زيك دلوقتي، ولا انت حاسس انه لا مش دايما المقوله دي بتكون صحيحه او بتنطبق على الكل؟ بس انا مش هبقى كداب بصراحه، انا لولا بابايا يعني، انا وانا صغير بفكر بابا كان بياخدني على طول يمرني على طول، مثلا يبقى معايا اللي هو اي ماتش يجي يتفرج عليا يديني نصايح، فانا بصراحه من غير بابايا ما كنتش هبقى كده يعني اكيد. اي حد على فكره، هي زي ما ليها مميزات بيبقى ليها عيوب، بس هو انا هبقى كداب قلت لك لا، اكبر عليك. ايوه، وكمان هبقى كداب قلت لك لا انا عادي مش لا، بس بابا بيساعدني. بس حاسس ان جينات الباسكت اصلا كانت موجوده في الدم، ولا فكره اكتساب خبرات من باباك؟ في البيت نتكلم عليه على طول، نتكلم على باسكت على طول، مثلا نتكلم في التمرين، نتكلم على ماتشات، فطبيعي حتى مودي برده معانا، فاللي هو احنا الثلاثه على طول مع بعض، على طول بنتمرن مع بعض، فاكيد لولا بابا كان زماني كده بصراحه. انت اللي اخترت الباسكت ولا كابتن ياسر؟ بصي، هو انا وانا صغير بصراحه كنت بحب العب كوره. كنت بتحب كوره؟ بس انا يعني وانا صغير لما انا كنت عايش، وانا صغير ما عايشش في مصر، كنت عايش في دبي مع بابا كده، فلما كنت بنزل مصر الاقي الناس كلها يعني نفسي يبقى زي باباك وبتاع وكده، فبصراحه خدتها تشالنج مع نفسي كده، لو لا لازم اتمرن باسكت العب حلو. واتمرنت كوره ولا لا كنت بتحبها لمجرد ان انت بتحب كره القدم؟ اتمرنت فتره بس يعني فاهمه، لما شفت مودي وبابا بيلعبوا باسكت الناس بيحبوهم وكده، فقلت لا انا لازم العب باسكت وابقى زيهم وكده. طب لما جربت تلعب باسكت حسيت انه لا انا مميز في اللعبه ديت، ولا لا خدت الموضوع ما هي دي الفكره بقى، انا مثلا ساعات ما كنتش بحب الباسكت قوي، بس كنت اروح المدربين يفضل يكلموني لازم ياسين تلعب باسكت انت كويس انت، وانزل الماتشات مثلا كنتش بتمرن كتير، وانزل ماتشات اجيب لي بتاع يعني 20 بوينت او حاجه زي كده، فاللي هو حاجه كويسه، وانا كمان مش اللي هو ايه مركز فيه قوي. بس يعني مع الوقت خلاص يعني وصلت سن مثلا 13 وحاجه ركزت الباسكت بس، فالموضوع كان معايا حلو. يعني خلينا نقول انه النجاح في اللعبه ديت اصلا يعني بسبب الجينات، جينات الباسكت، لان انت بتقول انه ما كنتش حابب الموضوع قوي، بس كنت بتلاقي نفسك بتأدي وبتلعب حلو وبتجيب بوينتس كتير، صح؟ ما هي فعلا يعني هم اصلا طول حياتي بتفرج على بابا، فاللي هو انا دماغي كلها باسكت، فطبيعي يعني مقوله ابن الوز عوام تنطبق عليك. بصراحه تنطبق عليك. طيب حلو. طب قول لي، في لعيبه باسكت بول كنت من وانت صغير بتحب تتابعهم، بتشوف انه مميزين جدا، حابب ان انت لما تكبر تبقى واحد منهم، في حد معين كنت بتتابعه؟ طبعا مايكل جوردن ده يعني ليجند بالنسبه لي طبعا، يعني اللي هو ما زرت على طول بتفرج عليه، كمان برضو الناس اللي هم اصغر شويه ليبرون جيمس ده كان بالنسبه لي برضو حاجه جامده قوي، وكوبي براينت طبعا. طيب ماشي. طب خلينا نتكلم بقى شويه عن فتره احترافك في امريكا. قول لي الفتره اللي فاتت ديت، بقى لك حوالي 8 شهور دلوقتي في امريكا، احكي لي. خلينا نتكلم على الاول عن تفاصيل حياتك الشخصيه هناك ماشيه ازاي، يعني حياتك عامله ازاي هناك لما رحت، ايه الصعوبات اللي واجهتها اول ما رحت؟ طبعا الصعوبات كلها ليا حوار ان مامتي مش معايا طبعا. دي مشكله كبيره، عشان متعود مامتي بصراحه كانت تعمل لي كل حاجه بمعنى الكلمه يعني. بس هناك برضه اتعلمت حاجات كتير، يعني اتعلمت اطبخ ازاي، اللي هو اعمل هدومي بقى وكل تعمل حاجه، تعمل اكل لنفسك وبتعمل الحاجات ديت ساعات اصلا. ما هو ساعات اللي هو لما يكون مثلا خلاص هو بيبقى فيه مثلا هم بيعملوا لنا فطار وغدا وعشاء، بس ساعات ببقى انا جعان اللي هو لوحدي، فبخش المطبخ اكلم مامتي اقول لها اعمل ازاي كده اعمل، كانت بتقول لي على طول. بس في التمرين بقى وكده كانت انت ايه ساكن فين هناك، في الدورمز بتاعت بتاعت السكول ولا لا؟ كان عندنا بيت كبير كده زي فيلا مثلا، فيها مثلا فرقه معايا، معاك زمايلك في معايا، ومعايا برضو الاسيستنت كوتش معايا، عشان برضو ما ينفعش نبقى صغيرين كلنا مع بعض. اوكي يعني. دي صورك وانت وانت هناك؟ ده كان الصوره دي كانت فين؟ ده في ده مافريكس ارينا. أوكي. كان في ماتش ام بي.
وده كان عندنا ماتش برضه. ودي كمان كان عندك ماتش؟ اه. الصورة دي فين؟ دي لما كسبنا بطولة سواج. كانت بطولة جامدة فيها مدارس كتير جامدة بس الحمد لله كسبناها. كسبت كام بطولة من ساعة ما انضميت لفريق اللي هو بتاع الهاي سكول بتاعتك؟ 2. كسبت بطولتين وشاركته في كام بطولة؟ شاركنا في 3. طب حلو يعني بطولتين من اصل 3 بطولات حلو يعني حققت. طيب قولي ماشي هناك ازاي؟ يعني الدنيا معاك هناك ازاي؟ التيم بتاعك بدات تاخد على زمايلك في التيم؟ بدا المدرب خلاص اتعودتوا؟ الاجواء ايه بقالك 8 شهور يعني بقالك فتره يعني؟ هو طبعا في الاجواء ايه؟ في الاول كان برضو في صعوبات شويه عشان هناك يعني الملعب كله سريع اللي هو ما ينفعش ان انا اهدى يعني اللي هو ابقى بطيء او حاجه لازم يبقى سريع كله جري جري وكمان هناك برضو لازم تبقى قوي يعني انا لما رحت هناك كنت اضعف من كده كتير بصراحه يعني الحوار الجيم ده لازم يعني مثلا كل يوم لازم نخش وما فيش الحوار اللي هو يومين بس في الاسبوع يعني جيم كل يوم تمرينتين كل يوم مدرسه كل يوم مذاكره كل يوم ما بقولك الموضوع كان صعب بيبقى لك وقت تنام فيه ولا لا انا اللي هو كنت ايه مثلا اخلص حاجات دي انام على طول ما فيش بقى اوبشن امسك الموبايل بتاعي مثلا اكلم كذا فالموضوع كان صعب قوي بس اتعودت عليه ولا نكلم كذا ولا نكلم كذا ودي احلى حاجه بصراحه في فكره انه شباب يشاركوا في رياضه معينه ويركزوا فيها قوي انه ما يبقاش في وقت لاي حاجه غلط ممكن تتعمل طبعا انت ما عندكش وقت اصلا تعمل اي حاجه أيوة. فدي احلى حاجه فانا هو وكمان حاجه كويسه ليا عشان برضو يعني بتطور كتير قوي يعني في فرق بصراحه كبير قوي من انا كنت هنا ولما رحت 8 شهور فرقوا معاك طبعا جامد يعني طب خليني اسالك قبل ما تسافر تحترف في امريكا كلمت اكيد كان في ممكن يكون في كلام بينك وما بين مهاب ياسر تساله طبعا عن تجربته وتساله عن الدنيا ماشيه هناك ازاي كلمته ولا طبعا ولا إيه؟ انا ومهاب صحاب اصلا يعني من زمان يعني طبعا كلمته وسالته قال لي في فرق كبير طبعا وهنا هتيجي تتطور وكل ايه النصايح اللي قدمها لك قبل ما تسافر طبعا قال لي ان انت يعني هناك الحياه مش ليها رفاهيه وكده انت رايح هناك تتمرن ايوه رايح هناك تتمرن وتذاكر وتلعب وخلاص اللي هو عشان انت جاي هنا مش من اللي هو تخرج بقى وكده في ناس عارف في ناس بقى فاكره ان انا مثلا في امريكا فاللي هو في ناس فاكره انها تروح تتبسط وتخرج وتتفسح في امريكا وكده مفيش مفيش انت مفيش وقت تخرج بره المدرسه وبره التمرين كله تمارين وكلها دي صورتك انا ومهاب دي مهاب انت ومهاب صحاب دي كانت في امريكا قابلته هناك انت قلت لي ان انت في مكان وهو في مكان تاني كان في اجازه فهو كان جالي اوكي كان معايا طب فرقت لما جالك لما الواحد لما بيشوف حد منه كده بيحس انه هو مطمن في الغربه طبعا كمان هو عشان صاحبي كمان فاللي هو كنا يعني كان فتره مبسوط فيها قوي بصراحه يعني فرقت معاك اكيد زيارته ديت طيب قول لي انت هناك نظامك اليومي في الاكل بيمشي ازاي يعني انت بتقول لي انت بتعمل اكل لنفسك ولا انت في المدرسه بتاكل في المدرسه ولا بتاكل بره ولا لا بص هو الاكل بيبقى في البيت عشان انا بعد المدرسه ما بقاش عندي وقت اصلا نقعد في المدرسه عشان في اكل في المدرسه بيبقى فيه بس في البيت برضو معانا يعني معايا ناس بتطبخ وكده في اللي هو يعني مثلا قبل نروح المدرسه بيعملوا لنا الفطار بعد كده نرجع ناكل بعد كده نتمرن كان ناكل تاني هو الفكره هناك ان ايه نظام غذائي انا قصدي انه بيعملوا لكم نظام غذائي معين تمشوا عليه عشان لو احنا اتمرنا من غير ما ناكل كده يعني مش هينفع خالص فلازم بعد كل تمرين لازم ناكل يعني فدي احلى حاجه كمان برضو نظام الاكل انا هنا مثلا كنت ايه باكل في اي وقت اعمل اي حاجه انا عايزها اسهر مثلا فاست فود بقى نعدي نجيب اكل من بره هناك مفيش الكلام وكمان ده وكمان حوار السودا ده مثلا في مصر كنت بشرب سودا كتير قوي هناك ممنوع يعني ممنوع السودا هناك ممنوع. ده هم اللي جابوا لنا الحاجات دي هم اللي وردوا لنا الكلام ده احنا ما كناش نعرفه دي ده كان تمرين فين هناك لا ده كان ما عندنا ماتش كان عندكم ماتش طيب يعني ايه اكتر نصيحه كابتن ياسر بيكون حريص ان هو دايما يقدمها لك لما بيكلمك في التليفون يطمن عليك قبل مثلا اي بطوله بتدخلوها قبل اي مباريات مهمه بتدخلها هناك مع فريقك بابا على طول بيقول لي ان انت اعتبر انت الماتش اللي بتلعبه ده اخر ماتش ليك اللي هو لازم تركز فيه وتعمل كل حاجه تقدر تعملها عشان انت كمان رايح هناك مش رايح عشان تتدلع انت واحد يعني هو بيقولها لي بيقول لي انت مثلا اكيد انت مش مبسوط قوي عشان لوحدك وكده بس انت عندك تارجت لازم تعمله فانت تروح هناك تموت نفسك تتمرن كويس عشان حتى لما الناس تشوفك وكده تقول ده في فرق يعني ما شاء الله عليه وكده فبابا طول عمري يعني انا اصلا عايش بنصايحه يعني صراحه ربنا يخليه ليك طبعا ويخليك اكيد لكل جماهير نادي الزمالك طيب خليني اسالك عن نظره امريكا بقى للباسكت في مصر
يعني ما بيشوفوا حد لاعب باسكت مصري او افريقي عامه. بس خلينا نتكلم اكتر عن عن مصر في الباسكت. هل يعني هل عارفين لعبه الباسكت المصريين؟ هل عندهم فكره عن لعبه الباسكت في مصر يسمعوا عنها، ولا الموضوع بعيد شويه؟ بصي، هو يعني ممكن في ناس معينه اللي هي بتركز قوي، يعني اللي اتفرجت على البي ال اللي احنا كسبناها برضو عشان كانت سبونسر باي دايم بي، فاللي هو في ناس برضو شافتها كده. ناس خدت فكره كده. بس انا برضو بصراحه رحت هناك بقى ايه، نشرت الزمالك خالص. طب دي حاجه يعني حلوه. مثلا اوضتي مثلا كل تيشيرتاتي بتاع زمالك كتير، حتى الناس هناك مثلا في الاول اول ما رحت ما كانوش بيناديني باسمي، كانوا بيقولوا لي زمالك. بجد؟ كانوا بيناديوا لك بزمالك؟ ما انا اوضتي مليانه كلها حاجات زمالك وبتاع. وكمان انا كنت بقول لهم ان مثلا احنا احسن فريق في افريقيا، كسبنا بطوله افريقيا اخر مره، كانت كمان سبونسر باي دي ام بي اي، فهم لما بيسمعوا اصلا هي سبونسر باي دي ام بي اي فاللي هو هيتفرجوا عليها هيشوفوها وكده، ودخلوا شافوها. وكان برده اللي هم كانوا فاكرين اللي هو المستوى كان وحش، بس اللي هو كنا كويسين يعني، فرقتنا كانت كويسه وكده. يعني بص، كلنا بيبقى املنا فيكم ان انتوا ترفعوا اسم نادي الزمالك بره في كل حته، فدي بتبقى حاجه يعني انت بسطتني جدا الحقيقه لما قلت لي كده يعني. طيب خليني اسالك عن اكيد في مواقف، اكيد لما سافرت اكيد كان في مواقف صعبه تعرضت لها، اكيد في حاجه في وقت كده حسيت في الاول، خصوصا الواحد مثلا لما بيسافر في مكان جديد عليه بيجي له وقت اللي هو حاسس انه انا ايه اللي جابني، انا عايز ارجع، انا محبط، انا حاسس ان انا لوحدي. حسيت باللحظات دي ولا لا الامور كانت اسهل؟ طبعا بصراحه في الاول يعني كنت برضو هناك اول ما بتروح فصعب انت تلعب تايم كتير وكده، وانا متعود في النادي عندنا اللي هو انا بلعب كتير وكده. فانا كنت على طول بكلم مامتي وبابايا بحكي لهم وبتاع، بس بصراحه مامتي وبابايا يعني كانوا على طول بيقولوا لي لا ما استحمل، يعني مثلا هتتعب دلوقتي في يعني في المستقبل هتحس في فرق كبير، وبس عشان في الاول وكده. بس يعني كانت مامتي وبابايا بصراحه كانوا بيقعدوا على طول بيكلموني ويساعدوني في الحاجات دي يعني. صوره مامتك معانا هي صورتك مع مامتك، يعني انت حسستني انه مامتك جزء مهم جدا. لا دي اهم حاجه في حياتي، اهم حاجه في الدنيا، اهم حاجه في حياتي والله. ربنا يخليها لك يا رب. اكيد انت عايش بنصايحها وبحبها وبحسها. طبعا نجم كبير، نجمنا كابتن ياسر عبد الوهاب، يعني زي ما قلنا في الاول انت يعني يمكن كل النجاح اللي انت فيه دوت وكل اللي وصلت له اللي اكيد هتوصل له اكيد هيكون طبعاً بفضل كابتن ياسر عبد الوهاب. طبعا يعني تحياتنا لوالدك ولوالدتك، وانت نموذج مشرف طبعا للزمالك. طيب خليني اسالك في الفتره الجايه، ايه اللي انت ناوي عليه الفتره الجايه؟ شايف مستقبلك ازاي؟ وايه الخطه اللي انت راسمها لنفسك في الفتره الجايه؟ طبعا انا دلوقتي بفكر ان انا اكمل بره. انا يعني في كذا جامعه يعني بتكلمني وكده ان انا السنه الجايه اروحها، فبصراحه دلوقتي بفكر في ان انا اكمل بره عشان عايز مستواي يعني اللي هو يزيد جامد يعني. بتفكر برضو في الدراسه؟ يعني مهتم بانك هدخل جامعه معينه، هدرس تخصص معين، ولا لا كل همك في الباسكت وايا كانت التخصص اللي هتدرسه؟ بصي، هو انا بصراحه مركز في الباسكت قوي، بس برضو دلوقتي بقيت اركز في الدراسه شويه. ايه التخصص اللي في بالك؟ بزنس. اخش بزنس. لو دخلت حاجه مثلا غير كده تبقى صعبه، حوار التمارين وكده. صحيح. فالموضوع يبقى صعب، بس يعني برضه لازم اركز في الدراسه عشان هي حاجه مهمه. اختيارك للجامعه بيكون في جزء من اختيارك كمان للفريق، لانه اللي انت فهمتوني انه هناك الفريق اللي بتلعب فيه بيبقى تبع المدرسه او تبع الجامعه. فانت هتختار الجامعه اللي انت هتنضم ليها على حسب الفريق، اذا كان قوي او فريق معروف. هو مثلا دلوقتي في الهاي سكول بلعب، فهي بيبقى فيه مثلا كذا كوليدج بتتفرج وكده، فهي لما الكوليدج مثلا بتبقى معجبه بيك او حاجه بتديك اوفر. فانا بقى ايه يعني بشوف الاوفرز اللي هي ليا وكده، وبختار بقى من احسن حاجه شايفه تناسبني يعني. دي اخر سنه ليك في الهاي سكول ولا لسه؟ السنه الجايه هقعد السنه الجايه، بعد كده اروح ان شاء الله. في اي افكار في دماغك عن الكليه اللي هتنضم لها ولا لا لسه؟ طبعا في كذا واحده يعني، في مثلا 2 ديون بيكلموني ان شاء الله، وهتبقى واحده منهم يعني. بس ممكن اصلا لسه فاضل سنه كمان، فممكن كذا واحده ممكن حاجات افضل تتعرض عليك. ايوه طيب، يعني ان شاء الله هتبقى موفق ان شاء الله في الدراسه وفي الباسكت كمان. طب تعالى نتكلم بقى عن فريق الباسكت الحالي نادي الزمالك. اكيد تابعت الفتره اللي فاتت ديت، يمكن ما كانش افضل موسم من الزمالك، خسرنا الدوري، خسرنا كمان بطوله افريقيا. شفت ده ازاي؟ وكان لو انت كان ليك كلام مع اللاعبين، كان التواصل ما بينكم كان ازاي الفتره اللي فاتت ديت؟ بصي بصراحه يعني هو كان سيزون مش كويس، كان في يعني برضو كان حوار اللي هو مجالس اداره كتير قوي بتتغير في اول سيزون، ومشاكل كتير ومدربين كتير بيتغيروا، وكمان يعني برضو نزلت قوي في البي ال بصراحه. كنت كان ايام كتير يعني كنت فاكر احنا هنكسب عشان
بطوله جامده قوي بصراحه اللي هو خساره صحيح. بس يعني ان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه كابتن مرعي جه طبعا كابتن شايف وجود كابتن متفائل بوجود كابتن احمد مرعي شايف ان الفريق هيكون افضل على ايده في الموسم طبعا كابتن احمد مرعي يعني بالنسبه لتدريب اسطوره يعني اي فرقه يروحها لو كانت مثلا مش كويسه قوي بيروح على طول يكسب بيها بطولات يعني شايف ان كابتن مرعي يعمل ان شاء الله يعني شغل كويس معانا ان شاء الله. طب خليني اسالك عن قصه تجديد انس اسامه مع الزمالك شايفها ازاي؟ شايف ان هو هيجدد مع الزمالك او هيوقع الاتحاد السكندري؟ والله انا شايف ان يعني انا اللي اعرفه ان هو مضى في الزمالك انا شفت كنت هناك شفت بوست كده اللي هو مضى مع الزمالك وكده بس هي براحته يعني مش عارف بس اتكلمت معاه في القصه ديت؟ والله ببقى محرج في الحاجات دي صراحه ما اقدرش صراحه اتكلم معاه في الحاجات دي هي حريه شخصيه هو يختار اللي هو عايزه هو شايف ده احسن له براحته بس انا فاكر ان احنا اللي هو مضى عندنا فاللي هو ما اعتقدش لا بتكلم على فكره ان انت اتكلمت معاه في القصه ديت قبل التجديد اتكلمت معاه فكره انه انت هتكمل في الزمالك هتروح الاتحاد السكندري ده كان قصدي ما اتكلمتش معاه في يعني فرق السن برضو بيخليك شويه محرج ولا ايه؟ لا الحاجات دي بصراحه ما اقدرش اتكلم فيها مع حد مش بتحب تتكلم فيها مع حد يعني براحتك طب الفترة الجاية دي ايه اللي ناوي عليه؟ ان شاء الله انا صح؟ انت ان شاء الله اكمل في امريكا يعني والعب في مثلا هاي ليفل في الاخر طبعا بعد ما اعمل كل حاجة نفسي فيها يعني ارجع بيتي نادي الزمالك يعني طبعا ايه كل حاجة نفسك فيها؟ طبعا نفسي اخلص العب في جامعة كويسة ان شاء الله لو في فرصة ان العب في الام بي طبعا دي حاجة كبيرة قوي ولو ما ينفعش مثلا العب في اليورو ليج برضه حاجة جامدة ان شاء الله اخلص بقى الحاجات دي كلها وارجع بقى بيتي نادي الزمالك انا طبعا متربي فيه يعني فلازم ان شاء الله يعني انت نموذج مشرف جدا لنادي الزمالك وبنتمنى ليك كل التوفيق طبعا في رحلتك الاحترافيه هناك في امريكا وبنتمنى ان انت بقى ترجع لنا بخبرات كبيره جدا من امريكا وتقدر تفيد بيها هنا نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك ان شاء الله. بشكرك يا ياسين كنت مبسوطه جدا بوجودك معايا النهارده هترجع امتى؟ ان شاء الله ارجع انا كنت المفروض ارجع في شهر 7 بس المنتخب مش موافق عشان عندنا بطوله افريقيا في اخر 7 فممكن ارجع في 9 كل التوفيق ليك مع المنتخب وان شاء الله ترجع بالسلامه لامريكا ان شاء الله. ان شاء الله نورتني. شكرا لك. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده وده كان لقائنا مع ياسين ياسر عبد الوهاب نشوفكم بكره في حلقه جديده ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر.